غادي نمشيو عندنا البسطيله بالفواكه الجافه والدجاج. عندنا فيه عندنا الوقه ديال البسطيله، عندنا الدجاجه ديال 2 كيلو، 4 ديال الشريحه، وعندنا تقريبا كناخدو 100 غرام 100 غرام من الحاجه، من شويه شويه من الحاجه. عندنا فيها التمر، الزبيب، مشماش يابس، الاناناس كنحاولو نكثرو، كنديرو 200 غرام ديال الاناناس، هذاك المجفف ماشي المعلب، هذاك المجفف اللي كنديرو هذا، كنديرو منه 200 غرام و 100 غرام ديال الكركاع، يعني على حسب الاختيار، كنديرو غير شويه شويه من الحاجه. المهم هاد الميلونج ديالهم راه كيعطينا واحد الحاجه مزيانه في الاخير. وعندنا 2 كيلو ديال البصله مقطعه طويله ورقيقه، وربعة ديال اللوز كنحمروه بقشاته وكنهمشوه. هذا ما كان في المقادير. غادي نمشيو للطريقه. كناخذوا الدجاج كنطيبوه في الطنجره غير مع شويه الزيت والملحه، ابزار، خرقوم عرق، واحد البديانه، عود ديال القرفه، كنشحروا مزيان في ديك الزويته وكنخليوه يطيب على عافيه الهيله، كنزيدوا لا ما لا حتى حاجه، راه كيطيب بوحدو، كنديرو في الطنجره كنديرو العافيه الهيله حتى كيطلق لينا داك الماء ديالو كيطيب مزيان، كنحيدو داك الدجاج كنخليوه كتبقى لينا ديك الضغميره في التحت، ياك ما كنطيبو لا مع بصله لا مع حتى حاجه، كنديرو غير بوحدو شويه د الماء حتى كيطلق لينا وكنحيدوه حتى كيطيب، كنحيدو كنحطو في الطبسيل باش نفرتتو. ديك المريقه اللي كتبقى لينا كناخدو ديك البصله، ديك 2 كيلو ديال البصله اللي قطعناها طويله بحال كنشحروها فيها، كنخليوها طيب فيها، كنقصو عليها حتى هي العافيه، مره مره نحركو حتى كتنشف لينا ديك البصله. عاده كنزيدو واحد طريف ديال الزبده، كنزيدو طريف ديال الزبده ونشحرو ونزيدو معلقه ديال السنيده حتى كيتعسل، يعني كيدبان وكيولي قليل وكيتعسل لينا. كنزيدو شويه القرفه، ومن بعد كناخدو كنزيدو على داك الدجاج اللي عندنا مفرتت، يعني كنفرتتو الدجاج كامل قطع صغيره وكنخلطو مع ديك البصله اللي عندنا، كنخلطوهم ونخليوهم يبردو. نمشيو للفواكه الجافه اللي عندنا، كناخدو كامل هاد التمر والزبيب والمشماش والاناناس، وهذا كننقدوه في الماء والشريحه، الشريحه كتكون غالبه عليهم، كتكون شي تقريبا شي رابعه باش كتجي من ديك النكهه ديال الشريحه مزيانه. كناخذهم كنخويو عليهم ما طايب، كناخذو نخويو عليهم ما طايب حتى يفطابو، عاد كنصفيوهم ونقطعوهم طريفات صغار مربعات صغيره ونشحروهم. كناخذو مقيله كنديرو فيها نص كاس ديال عصير الليمون، كنديرو نص كاس ديال عصير الليمون ونديرو فيها هاد الفواكه اللي عندنا الجافه، ونبقاو نشحروهم مزيان حتى كينشفوا، عاد كنزيدو شويه الزبده وشويه ديال المعلقه تقريبا ديال العسل، معلقه ديال العسل وشويه الزبده حتى كيتعسل لينا مزيان. عاد كناخدو كنمشيو دابا للمونتاج، كناخدو هادي البصيله راه كيكون عندها واحد كتكون بنينه بزاف حيت هاد الشريحه والميلونج ديال الفواكه هذا ومع الدجاج كيعطي واحد الكو مزيان. كناخدو كنمشيو للمونتاج كنفرقو داك الدجاج اللي عندنا على جوج، يعني يكون 2 طبقات يعني جوج اجزاء. كنبداو كنفرشو التفريشه الاولى ديال الدجاج، عاد كنديرو الفواكه اللي عندنا المعسله، هذا اللي المعسله، كناخدو كندردرو شويه ديال الكركاع، وعاد كنغطيو كركاع مهرمش، عاد كنغطيو بالدجاج اللي بقى لينا، الدجاج مخلط مع البصله معسله، عاد كناخدو داك اللوز اللي عندنا محمر بقشرته كندردروه من الفوق كامل، ونغطيو الورقه وندخلوها للفران. هذه طريقه باش تعطينا لاله سناء واحد البسطيله على شكل اخطبوط. كناخذوا ليس بداك الشكل، هذا غير على حسب التزيين، كناخذوا عندنا المشماش واللوز، عقلتي سناء على داك الوقت اللي كنا عطانا في العيد الكبير، هو اللي نتا هذاك باش كنزينوا به اللحم في العيد. هو هذاك اللي باش كنديروه من الفوق، يعني كنديروا المشماش كيتعسل نقطعوا طريفات صغار، كيتشحر مع شويه الزبده شويه العسل، وكنخلطوه مع اللوز مهرمش، يعني الكميه اللي بغات السيده. كناخذوه كنديرو بحال المشينشه، كنديرو في الورقه كنروليو، حتى كنروليو عاد كناخذو لاطه وحده يعني بوحدها
كندهنوها وكنديروا فيها هذا الشكل بحال الشميشه بحال الاخطبوط، يعني كيكون بحال مقوس. يعني كناخذوا شي 6 ولا 7 ديال الحرابل وكنقوسوهم في شي لاطه، ملي كندهنوهم وكندخلوهم الفران راه كيشدوا لينا ديك لافون وكيبقاو عليها، يعني كنخرجوها وكنحطوها فوق من البسطيله. فوق من البسطيله هكا ملي كتكون طايبه يعني بحال داك السيجار، في عوض ما نحطوه هكا طويل كنحاولوا نميلوا شويه باش كتجينا بحال رجلين ديال الاخطبوط. اييه، وملي كيطيبوا كل وحده كطيب بوحدها، ملي كطيب البسطيله ديال هذه اللي درنا يعني كندهنوها بشويه ديال العسل وكنحطوا عليها هاد سميتو الحرابل اللي مدورينهم باش يعطيونا داك الشكل ديال الشميشه ولا ديال الاخطبوط. اييه، نغيروا شويه في المنظر فوق منها. عاد باش كنزوقوا باللوزي فيلي محمر ولا كنديروا المشمش هذا القرقاع والشريحه والكونكورا. التزيين كيبقى اختياري.